إذاعات كل نهار جمعة على الحياة فهم. إذاعات كل نهار جمعة على الحياة فهم. أهلا وسهلا بمستمعين الأفاضل، مستمعي إذاعات الحياة فهم القيروان للصحة، في برنامجكم إذاعات حصة جديدة متجددة بعنوان رمضان وثمار التقوى. وما أدراك من التقوى؟ كنا قد تعرضنا سابقا إلى أن أفضل الزاد هو أن نتعرف على ربنا، والطريق إلى ربنا هو طريق التقوى. لذا رأينا أن نتبين في هذه الحصة التقوى في دلالاتها وأبعادها، ونقف على نماذج من المتقين، ثم نبين هذه الثمار التي وعدنا الله بها، علنا نحفز أنفسنا أكثر في هذا الاتجاه نحو الله. نستضيف في هذه الحصة الأستاذ الفاضل والباحث والمتفقد سي خالد السيداني، مرحبا بك. شكرا سي الأزهر، مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين. كذلك أستاذنا الفاضل سي جمال السيداني، تفضل. شكرا. سيدي تفضل. شكرا. بطبيعة الحال قلنا العنوان الحصة يدور حول رمضان وثمار التقوى. سي نغتنم شوية وقت سي خالد، لو نقف عند مفهوم التقوى بصفة عامة، ثم نمر فيما بعد إلى بعض الأسماء التي يعني أطلقها الله سبحانه وتعالى على التقوى، لأنه مرة يقول زاد، مرة يقول لباس، مرة يقول بناء، والعلاقة التلازمية بين هذه الأسماء. المهم بداية يعني نعطي مفهوم مبسط على التقوى لمستمعين الأفاضل. تفضل الكلمة لك. شكرا سي الأزهر، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الكرام. علميا أي مفهوم وأي مصطلح إذا أردنا أن نقاربه لابد أن ننطلق من الدلالة اللغوية. التقوى من اتقى، واتقى الأمر أو الشيء اجتنبه. فالتقوى في الدلالة البسيطة الموجزة المختصرة هي اتقاء كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وفي المقابل العمل بكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى. وممكن من أفضل ما عرفت به التقوى هو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، مقولة اللي يعرفوها ربما الكثيرين من السادة المستمعين وغيرهم من الباحثين والنقاد، هي العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والنقطة الثالثة الاستعداد ليوم الرحيل. والاستعداد ليوم الرحيل بطبيعة هذا المكون لتعريف التقوى، العمل بالتنزيل. هنا في علاقة بالمفهوم اللغوي، العمل بكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، الالتزام به، والخوف من الجليل، والخوف من كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عنه، اتقاءه والابتعاد عنه. ثم استعداد ليوم الرحيل هو يشمل المقولة الأولى والثانية. استعداد ليوم الرحيل يكون بالتزام الأوامر الإلهية واجتناب النواهي الإلهية. نعم. المحرمات والمكروهات انشأنا عند بعض العارفين والمتصوفة والصالحين. نعم. وصل حتى في بعض الأحيان كما مقولة ممتازة برشا تقول، وقول فيها صاحبها، سيئات الأبرار حسنات المتقين. يعني حسنات المتقين اللي هي درجة عالية من الصلاح والإتقان في العمل و هي بالنسبة للأبرار تعتبر سيئة. شكرا. يمكن نقرب المثال مثلا اللي هو مثلا متعود يصوم يوم بيوم، وهذا أصل الصوم في وقت من الأوقات، وإلا اللي متعود يعمل 1000 ركعة ولا 300 ركعة ولا 100 ركعة، كيف يهبط تحت المستوى هذا، تحت السقف هذا، يحس روحه أنه مقصر، فما بالك بالأنبياء والصالحين. شكرا سي خالد، فيما ذهبت إليه الله يرتقيه ثم تويك عن موجز الأخبار. بطبيعة الحال يعني نخرج فاصل ثم نعود مستمعينا الفاضل، فلا تذهبوا بعيدا. شكرا. ولا يفقدك حيث أمرك، ببساطة أنه ربي سبحانه وتعالى ما يوجدكش في الأماكن اللي قالك ما تمشي لهاشي، وما يفقدكش في الأماكن اللي قالك يلزمك توجد فيها. توجد في الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، توجد في صيام رمضان، في صيام رمضان،
توجد في الصدقة، في التعاون، في التضامن، في طلب العلم، يعني كل هذه الأوامر. بطبيعة الحال سأحيل الكلمة إلى أستاذنا سي جمال سعيدي في مفهوم في مستوى المفهوم لك، يعني دلالة أخرى في المستوى الشرعي خاصة. تفضل. كلمة التقوى القرآن الكريم وردت بمعنى كلمة التوحيد. قدم شوية بمعنى كلمة التوحيد. قل الله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها وأهلها، وهي كلمة التوحيد. نعم، ولذلك نحن قلنا يعني أول ما نعرف ربنا. تفضل. المعنى الثاني لكلمة التقوى إيمان الإخلاص، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب. وبمعنى الخشية والهيبة، واتقوا يوما من داخل ما نزل في القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردت كلمة التقوى أيضا بمعنى الطاعة والامتثال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ووردت أيضا بمعنى شعور الإنسان بأن الله أقرب إليه من أي شيء من يتصوره، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لن تحشرون. ليس هناك مسافة بين الله والإنسان، وهذا هو المعنى الحقيقي. عندما يكون الله حالا في ذات الإنسان، ويكون هذا الحلول الإلهي في ذات الإنسان موجها لسلوكه، ولا يمكن أن نتصور أن الله يغيب عنه في أي تصرف. وهذا معنى شمولية الشريعة، بمعنى علاقة مرتبطة بشمولية الشريعة. إذا شملت الشريعة كانت هي المنهج في سلوك الإنسان وفي تصرفاته، فذلك أن الله قد حل فيه بمنهجه وما يريده الله من الإنسان. يعني من هذا نفهم سي جمال أن التقوى هي أساسا لحياتنا اليومية. نعم. في كل المجالات، يعني في المجالات المالية، في المجالات الاجتماعية، وفي الأمور الدينية. نأخذ مثلا على سبيل المثال سي الحبيبي، مرحبا سي الحبيب تيبي، مرحبا بك. يعني سأحيل لك الكلمة. ونحن نتكلم عن التقوى في وهي أساسا لحياتنا اليومية، بمعنى أنها متغلغلة في كل علاقاتنا، سواء كانت هذه العلاقات مالية أو أخلاقية أو دينية. لو نأخذ مثلا الجانب المالي، لو وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يربطها بأعظم وأهم شيء في الحياة، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يعني هذه المعاملة يعني التي ربما يعني اليوم تجتاح كل البيوت، تجتاح كل البيوت في هذا المستوى، في مستوى التعامل المالي والابتعاد عن الربا، وهو من يعني من أثار التقوى أنها تبعد الناس على هذا التعامل. الكلمة لك في هذا الإطار، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تفضل. شكرا دكتور، بارك الله فيكم، بارك الله في الحاضرين. حتى معنى أتوسع فيما كنتم أشرتم إليه، لابد من فقط بإيجاز برقي أن نستحضر مفهومنا للتقوى حتى تعم الفائدة فقط. ونصرة الحق بالحق، نصرة الحق بالحق اللي فيه نص ويقول لك هذا حلال تمتثل ليه، واللي فيه نص ويقول لك هذا حرام وتبتعد عنه، هذا كي تقوى. الأمر نفسه ينطبق على المعاملة المالية. خليني نحكي تو المعاملة العالية من العام إلى الخاص. هو سمعون الكذب يأكلون للسحت. اللي يتقي ربي ما يأكلش السحت. شنو هو السحت؟ هو كل مال حرام بإجماع وبإجمال. ينضوي ضمن هذا الباب المعاملة الربوية، المعاملة الربوية كيف كيف. الإنسان اللي هو صايم في رمضان ويتعامل تعامل ربوي، ويحلم في أنه يكون من الفائزين، ويحلم في أنه يكون باش يفوز بليلة القدر، ويحلم أنه يكون من العتقاء من النار، هذه
عنده فهم سيء ومسيء كما المسيء في الصلاة من التشبيه معناها، هذا مسيء اللي عقيدته مش فاهم العقيدة. يعني لكن سي الحبيب أنا نوقفك لحظة بعد إذنك، ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا بصفتهم، يناديهم بصفتهم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني من دلال التقوى كأنك تقي سبحانه وتعالى أن لا تتعامل بهذه، يعني التقوى لا تتقابل مع التعامل بهذه المعاملة الربوي اللي هي كل زيادة على رأس المال هكا ولا بالضبط. يعني زوز ما يتقابلوش مع بعضهم، ما يتقابلوش. تفضل. يعني الخطاب القرآني هو خطاب تشريعي تأسيسي. نعم، احنا توا قدامنا قاعدة من مطالبين تعظيم شعيرتها، هما وقتها يعلم فيهم ربي سبحانه وتعالى في دينه، فجاء اقتطع مع الربا، ذروا ما بقي من الربا، واضح الحكم واضح، معنى ما انتهينا، معناها كما يقول سيدنا عمر في مجال آخر المتقيش باش يقول انتهينا، انتهى في الحديث السمع والطاعة، السمع والطاعة ذك هما سمعنا وأطعنا. نعم. غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا أنت ما عندكش الوازع الديني، ما عندكش إحساس بالخوف من الله، ما تنتظرش مصيرك، ما تعملش بالقاعدة الشهيرة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، إذا تستبيح كل شيء، مش كان الربا أو مش نفتح الباب المال الحرام بكل تستبيح، وحتى أسوأ من كيكة المعاملات الغير مقبولة شرعا كلها بتولي حلال وتولي، يعني مش باش نخرج وراء في الاخر بالكل. هناك فرق بين من يخطئ ويتوب، وهناك من طبيعته هو انه يفصل بين الشرع وبين معاملاته وممارساته، هذه قاعده موجوده عندنا في مجتمعاتنا اليوم. شكرا مجتمعاتنا سي الحبيب. اليوم لا شكرا سي الحبيب في هذا، يعطيك الصحه، لانه احنا توقيتنا الغالب كان توقيت محدود جدا. شكرا فيما ذهبت اليه. أنا أردت أن أؤكد يعني على هذه الأشياء، يعني في أنها التقوى أساس لحياتنا اليومية، خاصة في هالمعاملات هذه، وربي مشى لأعظم معاملة يمكن أن نتعامل بها الإنسان ونبهه إلى ذلك، لأن الذي يتعامل بالربا هو في حرب مع الله ورسوله، والغلبة في النهاية ستكون عليه ولا تكون له، ولذلك نبه في هذا. سي خالد، في آية أخرى ربي سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له في الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وهي المعاملات تقريبا الاجتماعية، يعني أعظم معاملة اجتماعية، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، يعني في هذه يعني المعاملة الاجتماعية اللي هي الطلاق واللي هو أبغض الحلال إلى الله، بمعنى إذا تفرق يعني ولا بد من هذا الفراق، إذا تفرق أبغض نعم سأعطيك الكلمة في هذا الإطار، فهمت يعني، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. نحن اليوم في هذه العلاقة اللي ربما تكاثرت اليوم، فهمت تونس حقق أرقام قياسية. نعم يعني كيف نراها اليوم، والحال وأن الآية واضحة، يعني من يتق الله لا يمكن يعني أن يسقط فيما هو موجود اليوم، يعني كل واحد يعني لابد للآخر في الدورة، وكل واحد يظلم في الآخر، وكل واحد يحرض في الأبناء على إما الزوجة تحرض في الأبناء على الزوج، ولا الزوجة حرض في الأبناء على الزوجة، ويعني المشاكل كثيرة، والحال أنه تشوف في الآية كيفاش وأنه ويتفرق يغني الله كل من سعته. تفضل الكلمة لك سي خالد في هذا اللي طار. شكرا سي الأزهر، شكرا بقية الأخوة. فقط ملاحظة بسيطة مع اللي ذكره سي جمال حتى لا يفهم هذا المستمعون والبعض، أنه كلمة الحلول ما تحيلنا إلى مفهوم آخر، هو في نظرية ما عند بعض أصحاب الأديان نظرية الحلول، هو أن يكون الله حاضرا معنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وحتى فيما نخمم. بس يا اخي اللي ذكرته توا لازم اذكره الاخوه، انا في محاوله احصائيه لورود كلمه التقوى ومشتقاتها في المصحف الشريف اللي احصيته من خلال المصحف من خلال المعجم الفارس لاثاث القران الكريم لفؤاد الباقي، تم اكثر من 200 مورد، يعني ذكر في القران اكثر من 200 مره، وممكن توصل حتى 300 مره، ممكن في الحلقه القادمه تونات العدد الدقيق. اي احنا مش نواصلوا في الحلقه ان شاء الله باذن الله. نعم.
يقول قائل كثرة ورود التقوى ومشتقات هذا المفهوم أو المصطلح في مواطن كثيرة ومتعددة وفي سياقات كثيرة، اللي في السياق اللغوي، في السياق العقائدي، في السياق الاجتماعي الحضاري العسكري، كان نحبه في جميع السياقات تقريبا. ومنها المثال اللي ذكرت انت توا، والآية أخرى تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يحتسب. في نفس السياق اللي ذكرت توا سيلازر في الآية المتعلقة بالطلاق وما أسبابه ونتائجه. في الحقيقة إذا كان هذا الفراق مبني على تقوى مخافة من الله، نصل إلى نتائج معينة. اليوم لا، ليس مبني يعني على تقوى من الله. هنا عظمة الإسلام وعظمة القرآن. نعم، حتى في لحظات الفراق بين الزوجين اللي هي علاقة من أفضل العلاقات ومن أسمى العلاقات اللي ممكن تكون في الجانب الاجتماعي، الإسلام ولهنا واقعية الإسلام وعلمية الإسلام، حتى في أسمى هذا النوع من العلاقات، إذا كان لابد منه الطلاق والفراق بين الزوجين، فالإسلام يجعل التقوى مقياس ودليل ومؤشر ومرجع لهذا الفراق، لهذا الطلاق، لهذا التباعد بين الزوجين إذا كان هذا هو الحل. ولذلك هو طلاق يعتبر في الإسلام أبغض الحلال إلى الله. نعم. في علاقة بمفهوم التقوى هي أن نلتزم ما أمر به الله هو الحلال، وأن نبتعد عن كل ما هو محرم وهو النواهي وكل ما له علاقة بالمحرمات. نعم. من واقعية الإسلام وفي علاقة بمفهوم التقوى، حتى في هذه اللحظة، حتى في هذا المستوى من الحياة الاجتماعية وهو أن نتباعد نتفارق، يؤكد على ضرورة حضور التقوى ونحن نتفارق أو سنفترق إذا كان بين الزوجين. وهذا دليل على أهمية مفهوم التقوى في الإسلام، في القرآن تحديدا، وأيضا في السنة النبوية الشريفة. الإسلام نظم حياة الإنسان في كل تفاصيلها، سواء في لحظات التقارب والالتقاء، وإلا حتى في لحظات الاختلاف، بل حتى في لحظات الحرب. نعم. اليوم احنا نشوفه في القانون الدولي، مثلا في معاهدة جنيف وغيرها، بالنسبة للأسرى أسر الحرب وغيرهم، القرآن في سورة الأنفال حدد موقفه من هذا في هذا الموضوع. لا يتقول وما كان للنبي أن يكون الأسرى حتى يدخن في الأرض. نعم. يريدون الحياة الدنيا ولا يريدوا الآخرة. حتى في لحظات الحرب، حتى في لحظات القتال، حتى في لحظات الاختلاف والافتراق بين الطرفين، بين الزوجين، وكان عبو حتى بين الشريكين في التجارة وفي غيرها في المعاملات، وحتى بين قص عليه يعني. قص عليه بالضبط. نعم. التقوى هي المقياس. نعم. في آية أخرى يقول المولى سبحانه وتعالى في علاقة بالذي ذكرته أنت أيضا سيلازهر، يقول تقول الآية الكريمة يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا في علاقة بمفهوم التقوى، في علاقة مفهوم التقوى بالصدق وبالوفاء وبالإخلاص وبالعقيدة. وهذا يخلف العلاقات الاجتماعية، الصدق بناء العلاقات الاجتماعية. لهنا كان حابب نتوسع شوية على أهمية مفهوم التقوى، باش نعمل إضاءة على مفهوم التقوى، على أهميتها اللي احنا ذكرناها توا، وأنها تشمل جميع مفاصل الحياة. نعم. في نظر الإسلام، في التقدير الإسلامي، في الثقافة الإسلامية، عندنا بعض المصطلحات الأخرى، بعض المفاهيم الأخرى اللي هي قد ترتقي وتفوق مفهوم التقوى، على أهمية مفهوم التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى، واللي الآية ذكرت أنت ذكرها الإخوة، تبدأ يا أيها الذين آمنوا، يعني أن الإيمان حاصل، والإيمان بالمعنى الاستغراقي لهنا، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني بعد الإيمان، وقت اللي يكون الإيمان على حقيقته، وقت النجم نحكي على التقوى اللي هي مرتبة فوق الإيمان. ثم تأتي الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الصدق اللي هو أهم موازين اللي ممكن نوزن بها الاعتقاد والإيمان، بتبيعها مع الإخلاص، هو أيضا أسمى من التقوى. يعني التقوى على أهميتها، رأي هي السلم، هي درجة في سلم الإيمان، في سلم الإسلام، في سلم الإحسان. فقط مش نربط مع مفهوم التقوى بمفهوم الإسلام. الإسلام هو التسليم، أن نسلم بكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، ونحن على ثقة بصوابية هذا التسليم. على يقين. شكرا، شكرا فيما ذهبت إليه من دلالات وأبعاد، ومن خلال يعني ربطك بالتقوى وبالصدق، سنمر إلى مسألة أخرى أساسية لحياتنا الاجتماعية وهي الأخلاق،
والإسلام والقرآن ربط التقوى بالأخلاق. ولذلك قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله. بين قوسين واصل شوف التسلسل في بناء الآية فهم وفي أي مرتبة في أي سلم تأتي أو درجة تأتي واتقوا الله. سي جمال الكلمة لك في هذا الإطار يعني ربط التقوى بالأخلاق فهم سا فالتقوى كأساس للبناء الأخلاق للبناء الأخلاقي. ونحن ذكرنا الآية يعني انطلاقا من الآية والكلمة لك. تفضل سي جمال. طبعا لو أردنا أن نبحث عن كما يقول المناطق عن مفهوم جامع ومانع لكلمة التقوى في مستوى الأخلاق أن التقوى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالممارسة العملية للمسلم. كثير من الآيات خاصة أذكر آخر آية في سورة البقرة آية الدين كتاب الدين مدينة بفتح الله كثير من الآيات تدين بهذا المعنى يعني أن كأن التقوى هي جوهر الإيمان هي تعبير وتجسيد حقيقة الإيمان وفي غيابها يتحول المجتمع إلى مملكة حيوانية أعتقد ذلك إذا الإيمان وضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينها وحال ما أخذنا ما نراه اليوم في مجتمعاتنا انعدام العقيدة انعدام التقوى هناك من لا يعرف الله أصلا يعني ولا علاقة له بالإسلام ولا علاقة له بالقيام وما يعرف الأحكام الشرعية ولا يدري أي شيء. فالتقوى هي المحرك حقيقة أن هي أساس صلاح الأعمال من شيء نعم فلا تصلح الأعمال وهذا يرتبط بالتشريع. نحن ندرس التشريع في البكالوريا وقولة الشاطبي هنا لا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حكيمة عليه. نعم وأعتقد أن التقوى في مستوى التشريع هو تحكيم شرعي فليس هناك زمن يعني في حياة الإنسان تكون فيه الشريعة ويكون فيه الإيمان غريبا. إذا كان الإيمان غائبا الإنسان ابتعد تماما عن مفهوم الإيمان. فالتقوى يجب أن تكون حاضرة في كل عمل في كل سلوك حتى في آداب النوم. الإنسان يصاب بالسهاد هناك دعاء يجلب له وهذا الدعاء يرتبط هو كأن الإنسان لا يناجي ربه وهذا من قبيل التقوى. حتى في آداب الأكل والشرب هناك أيضا حضور للذات الإلهية سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. التقوى أعتقد أنها تماما مثل الإيمان حاضرة في يعني متغلغلة في كل أمر وشأن المسلم. شكرا. ولا يمكن أن تغيب. سي جمال أيضا أنه الله سبحانه وتعالى يربط التقوى بأطول عبادة تقريبا على الإطلاق اللي هي عبادة الصيام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا سي الحبيب ربما وأنت أذر بذلك أن لعل هنا لا تفيد الترجي وإنما تفيد التحقيق يعني دلالة أنه أن هذه العبادة قد اكتملت ودلالة أن هذه العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أننا نحصل نصيبا من التقوى. في هذا الإطار سي الحبيب يعني ربط التقوى بالعبادات رغم رأي عبادة قل وأنا نعبد في ربي إذن هذه تقوى فمنسى ومع ذلك أنه نشوف كيف شربت العبادات في حد ذاتها صلاة نجد القيس عليها زادة الصيام نجد القيس عليها الصلاة نجد القيس عليها الزكاة ويربط بالتقوى معا فما دلالة ذلك الكلمة لك تعقيبا في على هذا الإطار تعقيبا على ما قيل منذ حين وما قلتم دكتور وتأكيدا أن علينا أن نركز ربما قراءتنا لمثلت لعلكم تتقون. فأنا عندي قناعة عندي نوع من الإيمان وأنه ثم مصطلحات موجودة في القرآن الكريم هي بالظافرة بالداخلة تكاد تأدي نفس المعنى بيدو. احنا ما نجموش نحكيه على الإحسان من غير ما نحكيه على التقوى وما نجموش ما نحكيه على التقوى من غير ما نحكيه على الإيمان. هذه أشياء إذا ظافرت مع بعضها يكتمل المطلوب دينا ويكتب المطلوب شرعا. الأمر نفسه في الثياب علاش وقال لعلكم تتقون
لعلكم تتقون. هذا إذا إحنا جبنا شروط الصيام كاملة، إذا إحنا قمنا بالمطلوب منا في الصيام، لأنه في الآخر بالكل الصيام أولا عبادة، ولكنه تربية. اللي ما يعلموش الصيام أنه يتقي ربي وأنه يخاف ربي ما تعلمش وما صامش. وكما نقولوا احنا معناها انسان يقول في قول الزور، ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ربي ما فيش حاجه لا للصيام ولا للجوع ولا اذا عقل في الاطار هذا. وانت تحكي في الاطار هذا، احنا تو في العشر الاواخر من رمضان وانا نتكلم على الصيام كتقوى ولا بماذا يمكن ان تتوجه لمستمعينا الافاضل في هذه العشر الاواخر اللي تقول فيها السيده عائشه اذا دخل العشر الاواخر من رمضان بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايش كان يعمل؟ كان جده، قالت جده وشد المأزر، شد وشد المأزر وأيقظ أهله، هكذا باش ما يحرمش أهله من الزادة، يقظهم لقيام الليلة. ثم تسأله السيدة عائشة تقول له يا رسول الله إذا صادفت ليلة القدر في هذه الأيام بماذا أدعو؟ فقال لها قولي يا عائشة قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فعفو عني. وانت سيد العارفين أن العفو ليس هو المغفرة، عفة الريح والأثر يعني محته، يعني إذا عفى الله عنا تأتي الصفحة بيضاء يوم القيامة مكتوب عليه لقد عفوت عنكم. أما بالنسبة للمغفرة يذكرنا بأفعالنا كلها ثم يكتب لقد غفرت لكم، هذا يحمل في يعني هذا يحمل لواء فيه لقد عفوت عنكم، فما حد شيء وهذا متأطى راسه وحياة فهمت وحشمة أنه أذكر بأفعال مش كيف كيف. في الإطار هذا وفي العشر الأواخر والصيام ومربوط الطاقة بماذا تتوجه لمستمعين الأفاضل حتى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ كلمة لك وسمح لك. شكرا دكتور. التقي اليوم هو اللي بيش يحسن لنفسه، ولكن بيش يحسن لنفسه، بيش يحسن لنفسه من خلال أنه يكمل ثومه. بيش يكمل ثومه بيش يعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بما كان يعمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم الشعائر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول معنى كي جاءوا العشرة ذوما أحيا ليله أيقظ أهله وجد وشد مزاره بيجاز. هذا الكل شو المقصد منه؟ معناه المقصد منه رو أحيا ليله كما تحيي ليلة كما تحيي نهار، تكثر من النوافل في النهار وتكثر من النوافل الليلية. خلينا نحكيه على النوافل الليلية. ثم تراويح نعمة، هذه صلي صلاة العشاء متاعك وتحتي وقتك للتراويح كما تفكر بساعتي وقتك تقعد على التلفزة وتقعد مع عيلتك وتشرب كاس تاي ولا تمشي قهوة، ولكن ما تحرمش نفسك من نعمة التهجد. أراي صليت آخر الليل، أراي تطفئ غضب الرحمن، أراي فيها نعمة كبيرة، أراي فارة فيها بركة كبيرة رغم نجمش حتى حد من نجمها، كان فقط المتقي المحسن أكل يتوجه إلى الله وهو محسن، أسلم الله وهو محسن، اللي خاف ربي، اللي يهارب ربي، اللي يحلم برضا، اللي يحب يكون من عتقاء الله، اللي يحب يتمتع بالعفو. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا من عتقاء ربي سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركات الاخيره. شكرا سي العفيف ذهبت لي. كلمه ليك سي خالد، وفي الحقيقه نحن ما زلنا يعني نواصل مع التقوى. الله سبحانه وتعالى مرة يطلق عليها الزاد، ومرة يطلق عليها اللباس، ومرة يطلق عليها البناء. هناك علاقة لازمية بين هذه الأسماء، لكن ربما أنه الوقت ما كفناش باش نتناولوا هذا، مش خلوه المرة الجاية. فقط سأذكر لك يعني ما دار بين سيدنا داود عليه السلام وربي سبحانه وتعالى. في ماذا يقول؟ يقول يا داود إن لي عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم كما يشتاقون إلي. قال يا رب دلني عليهم ليقلدهم. رأوا نبي وقال له دلني عليهم ليقلدهم. قال يراعون الظلال بالنهار، أوقات الصلاة وأدونا أوقاتهم يعني ذل الوقت من الظل الظليل يعني فهمت، ويحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أنقارها. فإذا جنهم الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، واحد بالتلفزة واحد بالزوجة واحد بالأبناء وواحد بي كذا وكذا، خلوا بي فنصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي وجوههم وتملقوا إلي بكلامي.
في هذا السياق ماذا في هذا السياق ماذا ماذا تقول لهؤلاء يعني الذين يعني ونحن نسمع هذا؟ قال نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي وجوههم، يعني سجود صلاة قيام ليل قيام ليلة. فهمت الكلمة ليك بإيجاز يا خالد؟ شكرا لازر، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة نتوسع في هذه الدلالات بإيجاز هؤلاء الذين تحدثت عنهم وصفهم القرآن ووصفتهم أيضا السنة النبوية، هم في علاقة بمفهوم التقوى، هم الجنة كمن رآها. سيد خالد ربي يشتاق إليهم، راه مش سهلة ما أنت فهمت. وهذوما اللي الرسول صلى الله عليه وآله يقول في تعريفهم، قلنا ثم مراتب، يقول هم أحبابي. نعم. هم أحباب الله في النهاية. نعم نعم. هم حبيب حبيب الله، فهم أحباب الله. على أهمية من عاش مع الرسول صلى الله عليه وآله و يمكن بلغ درجة من التقوى، درجة من الصلاح من الإخلاص، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحبابي مش هذوما، هم اللي باش يشوفوا وقت من الأوقات يؤمنون بي ولا يروني، يعني هم صدقوا الرسول نعم على الصدق نعم والتصديق نعم ولم يروه نعم، وأخلصوا لله وله وأخلصوا في دينهم رغم أنهم بعيدين تقريبا قرون. نعم. هنا ذكرنا أيضا في الصلاة وغنال الصلاة بإجازة أن هي ونهلة كبيرة إلا على الخاشعين اللي باش يقوم الليل ويضحي بالنوم ويضحي بالراحة و الأكيد حتى في مفهوم الصلاة ونمكن نذكر في لحظة من لحظات في المستقبل كل عبادة وما علاقتها بالتقوى. الصلاة عند بعض العارفين والذين يناجون الله سبحانه وتعالى هي سفر نحو الله. أي هي فعلا اتباع اللي يحب المولى سبحانه وتعالى أيه يسافر له أيه في 24 ساعة، لو كان عنده أكثر من 24 ساعة تو يسافر له في أكثر من أقرب ما يكون الإنسان وساجد بالضبط. والمسافة كل ما توجهنا نحو الله كلما قصرت المسافة، حتى أننا ربما نصل في لحظة من لحظات أن نكون عين الله و الولاية. شكرا سي خالد لأنه متعرف الزمن إن شاء الله نواصل في هذا السفر. كلمة كلمة سي الحبيب، كلمة توجهها لمستمعينا الأفاضل، كلمة واحدة بإجازة لازر في احنا في شهر رمضان ومع نوجه رسالة لكل المعنيين اتقوا الله في شهر رمضان في هيك الناس الضعاف، الناس اللي ما عندهمش الناس اللي كيف. شكرا، كلمة واحدة سي الحبيب لأنه مغادي الوقت وفاء. اللي يحب ينعم بخيرات شهر رمضان، واللي يحب ينعم بالليلة القدر، واللي يحب ينعم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، عليه كان يتقي ربي، يطبق شرع ربي، الحلال الحلال ويبعد عن الحرام الحرام. شكرا سي الحبيب سي جميل الكلمة. ورمضان أشرف على النهاية وكلمة التي يمكن أن توجهها إذا من فاتته رمضان هذا فليتدارك أمره، فالزمن لن يعود وزمن الدنيا مستدبر والزمن الحقيقي هو زمن الآخرة خير الله. شكرا مستمعينا الأفاضل مستمعي ذات الحياة FM، مازالت عنا ثانية أقول مستمعينا الأفاضل، يا قال الله سبحانه وتعالى يا داود إن لي عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاقوا إليهم كما يشتاقون إلي، قال يا رب دلني عليهم ليقلدهم، قال يراعون الظلال بالنهار ويحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أوكارها، فلما جنهم الليل وخلى كل حبيب بحبيبه خلوا بي فنصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي وجوههم وناجوني بكلامي وتقربوا إلي بإنعامي، فهم بين ساجد وباك بعيني ما يعانون من أجلي، فأول ما أعطيهم اسمع أخي المؤمن، فأول ما أعطيهم أني أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم أهل السماء، وثاني ما أعطيهم أني لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم شوي عليهم، وثالث ما أعطيهم أني أقبل عليهم بنفسي، أرأيت يا داود من أقبلت عليه بنفسي وبروحي هل يعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه؟
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مستمعي الأفاضل، مستمعي ذات الحياة اف ام، الى لقاء جديد متجدد مع تحياتنا وتحيات إذاعة الحياة اف ام، مع تحية الأستاذ لازر بن علي البريكي. شكرا. إذاعة كل نهار جمعة على الحياة اف ام.